انا شايف ان الاسوره دي لو فعلا دي نجحت موجوده في التجربه البطولات القاريه عموما الاسوره دي اتعملت صح؟ السنه دي في الناشئين 2008، اه طب ما تكملها على بقيه تمام المراحل كلها ودي هتريحك اصلا. صح مظبوط 100%. شيكابالا ما بين وجوده في الملعب مهم جدا، وما بين لا احيانا الزمالك احسن من غيره، ايه رايك؟ وبتشوف التعليقات المختلفه دي انا عندي حاجه تالته خالص، ايه هي؟ انا بتعامل مع شيكابالا كبراند، براند بمعنى ايه براند؟ بمعنى ان وجوده سواء في الملعب او بره الملعب، لكن هو وجوده مهم في الزمالك. النهارده لما اعلان بيتعمل لنادي الزمالك، لا في شيكابالا هتلاقي الريت بتاعه عالي جدا. النهارده الزمالك لو مسافر اي دوله عربيه هتلاقي الناس واقفه في المطار مستنيه شيكابالا، فاصبح ان انت بتتعامل مع نجم من نجومك كبراند في الاول والاخر. والبراند بقى ده تستخدمه فنيا بحسب احتياجك ليه؟ بحسب احتياجك ليه، بشرط ان يكون في تواصل ما بينك وما بينه، لان دايما النجم بالذات لما يكون لعيب كبير جدا يحب ان انت تتكلم معاه دايما، يحب ان انت تعرفه لا الماتش الجاي انت مش موجود، لا الماتش اللي بعده انت هتاخد، الاوقات اللي هتاخد فيها والاوقات اللي مش هتاخد فيها. فده اللي بنشوفه مع شيكابالا ده دلوقتي. ممكن نشوفه مع صلاح والكابتن حسام حسن. بس صلاح لسه صغير في السن، يعني مش هاجي اقول لصلاح هتنزل يعني اخر ربع انت ساعه بتتكلم هتطلع. عن النجم مش على السن، انت انت قلت بتتكلم نجم ما فنيا، قلتش الاكبر سنا انت صح؟ بتتكلم فنيا انا بتكلم عن النجم، انت تقول ان النجم مهم انك تبقى بتتواصل معاه وبتساله طبعا. وبتاخد رايه طبعا وبتفهمه، طبعا فهل ده تتوقعه او تتمناه؟ ده لازم يحصل مع صلاح، ده لازم يحصل في الاول والاخر. احنا برضو بنتعامل مش يعني بنتكلم مش كبالة بقى، بنتكلم مع براند عالمي. برضو صلاح تواجده في اي بطوله مشارك فيها منتخب مصر اضافه كبيره جدا لمصر، فلازم يحصل تواصل معاه لازم باي طرق. لكن انا مفكرك بتتكلم فنيا هتلعب او مش هتلعب، دي لا انا بكلمك كمجمل اتكلم بقى ان فنيا لا صلاح كده 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 هيلعب. كده هيلعب، لكن برضو انت صلاح نجم كبير يعني براند كبير ان انت لازم تتعامل معاه. احنا برضو ينقصنا شويه هنا ان احنا ما بنعرفش نتعامل مع النجوم، وفي نفس الوقت برضو على 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 الناحيه الثانيه النجم لازم يفهم امتى اتكلم في لعبه وامتى ما اتكلمش في لعبه. يعني انا استحاله اوصل ل 37 سنه واقول ازاي انا ما بلعبش وازعل، بدليل برضو ان شيكابالا عقليته اتغيرت. هي دي عن الاول في مظبوط، من 5 6 سنين لما بتغير كنت بتلاقي مشكله وازاي اتغير ما او لسه الكلام في ده ماتش كله، فيوتشر كان متضايق وهو خارج. لكن ما فيش مشكله حصلت، بدليل ان الراجل الماتش اللي بعده خرج بره ولقيناه في المدرجات، كانت مباراه الاهلي الاهلي. النهارده لقيناه بادئ اساسي، فاصبح ان مفيش مشكله. رغم ان كل الاسبوعين اللي فاتوا دول شيكابالا مشكله وشيكابالا حصل مش عارف ايه وشيكابالا حصل، ممكن يكون في زعل. ما انا النهارده انا حتى لو عندي 50 سنه ما انا عايز العب الماتش كله، انا لعيب كوره في الاول والاخر، انا بشر. ايوه لكن في نفس الوقت لا انا عندي كنترول في اعصابي، باين ان انا متضايق شويه، لكن في نفس الوقت ولا حصل مشكله او الكلام ده كله، ولقيناه في الملعب تاني. بتعادل سلبي ايضا ولكن خارج الديار وفي بطوله اخرى دوري ابطال افريقيا الاهلي مع مازيمبي، بتشوف ازاي النتيجه دي واداء الاهلي بعد ماتش الزمالك؟ انا شايف النتيجه جيده جدا لان الملعب صعب، اجواء صعبه جدا، ما اعتقدش ان في فرق مصريه راحت هناك وما خسرتش. يمكن حتى كمان من ضمنها من سنتين كنا بنلعب مازيمبي في الكونفدراليه النادي المصري وخسرنا 2-0 هناك ورجعنا عوضنا هنا. بيراميدز في المجموعات بيراميدز من في شهرين المجموعات، ثلاثه، فالملعب صعب جدا، الجو اصعب، فانا شايف انها نتيجه كويسه جدا للنادي الاهلي، وخصوصا بعد خساره الزمالك كنت محتاج مش يعني تعادل او مكسب معنوي على الاقل للعيبه. كمان انت بتتكلم على غيابات مؤثره جدا برضو في النادي الاهلي، زي ما قلنا نادي الزمالك تتكلم عن النادي الاهلي، امام عاشور ملوش بديل في مصر كلها من اللعيبه الكويسه جدا، لما يغيب عن النادي الاهلي اكيد هياثر ويفرق. مروان عطيه من اللعيبه الهايله اللي موجوده في وسط الملعب، كلها غيابات مؤثره. فكون ان انت بتطلع بالنتيجه دي، مصطفى شوبير بيقدم ماتش هايل بصراحه، لازم نديله حقه. ودايما انا كنت بقول على مصطفى شوبير من اول ما طلع حتى مع اصحابي وفي التلفزيون في اي حته، اقول انسى يعني انسى شوبير، يعني ما تكملش، ده جون اسمه مصطفى. طب نحكم عليه ازاي؟ لما يلعب باللي بيقدمه، باللي هيقدمه. كان وقتها لسه الوقت هو بيلعب، لا ده انت حارس مرمى كويس. النهارده بنشوف في تنافس، كل الاخبار امبارح لما ان شاء الله ربنا يرجعه بالسلامه الشناوي يرجع، مين اللي هيبقى حارس منتخب مصر؟ حلو السؤال ده، اعتبرني بساله لك بعد ما اقول لك خبر عن محمد الشناوي. محمد الشناوي سيصبح جاهزا تماما ما بعد مواجهه مازيمبي. اللاعب بالمناسبه لم يطلب، برغم ان هو يعتبر جاهز لكنه مش جاهز بنسبه 100%، لم يطلب ان يشارك في لقاء الاياب امام مازيمبي بحسب ما اكد لنا مصدر مسؤول في النادي الاهلي، لكنه قال لنا المصدر ان الشناوي يستطيع التواجد بشكل طبيعي في تدريبات الفريق.